السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله نبدأ نشرح البراكتيكال بتاع الباراسيتولوجي. إن شاء الله هنبدأ نشرحه كله، بس هبدأ أول حاجة بالأرثروبودز. الناس كتير جدا واقعة في الأرثروبودز. هنبدأ نقسم الأرثروبودز إزاي ونبدأ نشرحها إزاي. أول حاجة هبدأ بيها الحاجات اللي هي سكيلتون تحت الميكروسكوب، حاجة أنا شايفها كاملة، سواء بقى فليز سواء باجز أيا كان، هنبدأ نشرحه وإزاي أول ما أشوف أعرف ده إيه. دي اول حاجه. بعد كده نبدا نشرح الوينجز مع او الوينجز والانتنه، ونبدا نشرح الاكس، كل حاجه نقسمها جروب. اول حاجه نبدا نشرحها الحاجات اللي هي سكيلتون تحت الميكروسكوب. اول حاجه هنيجي نشرحها على سكيلتون تحت الميكروسكوب هي الساند فلاي او الفلوبوتوموس. اول ما اشوفها كده تحت الميكروسكوب اعرف ازاي ان هي ساند فلاي او الفلوبوتوموس. اول ما ابص هبص على الاي دي، الاي كومباوند اي، يبقى اول حاجه كومباوند اي. بعد كده اسمها ساند فلاي. ساند يعني ايه؟ يعني رمل. ساند فلاي يبقى لازم يكون لونها زي لون الرمل، لونها اصفر، يبقى لونها اصفر. بعد كده ازاي احدد هي ميل ولا في ميل؟ الميل بقى في حاجه اسمها كلاس بادز، اللي هي ورا دي عامله زي المخالب، يبقى عندها حاجه اسمها كلاس بادز، يبقى ديت يبقى ده الميل. يبقى تاني كومباوند اي لونها اصفر، بص ورا في كلاس بادز يبقى ميل، ما فيهوش يبقى في ميل. دي ما فيهاش يبقى دي في ميل. اول ما اشوفها ديت كومباوند اي لونها اصفر، مفيش ورا راوندد اند، يبقى فيها كلاس بار ميل، مفيش كلاس بار يبقى اف ميل. طيب يبقى دي اول حاجه لها سكيلتون تحت الميكروسكوب. تاني حاجه لها سكيلتون تحت الميكروسكوب هي الفليز. الفليز بقسمها ازاي؟ حاجات لها كومب وحاجات ملهاش كومب. اللي عليا واحده لها كومب واتنين ملهمش كومب. بالراحه. اول حاجه يعني ايه ملهاش كومب؟ يعني ملهاش كومب، يعني شعر زي المشط. يبقى الكومب يبقى لها شعر زي المشط. طب دي زي ده الكومباوند، ده كده الكومب، ده الكومب، يبقى ده الكومب. يبقى الكومب ده اللي هو شعر زي المشط. عندها حاجات ليها كومب اللي هي مين؟ التينو كيفالس، وحاجات مالهاش كومب ودول اثنين البيوليكس والاكزينوبسيلا. يبقى عندها حاجات ليهم كومب وحاجات لا، اللي لهم كومب مين؟ تينو كيفالس، واللي مالهاش كومب اللي هي اكزينوبسيلا تمام والبيوليكس. طب لما ابدا اول حاجه نبدا نشرح الحاجات اللي مالهمش كومب الاول. اول حاجه البيوليكس. اعرف ازاي لما شفتها في الميكروسكوب ان دي بيوليكس؟ اعرفها من لونها. لونها ايه؟ اول حاجه لونها بني، يبقى البيوليكس لونها بني تمام. اول حاجه لونها بني. طيب انا كده عرفت ان ديت لازم تكون فليز. ليه؟ الشكل الشيب بتاعها بني دي من فليز. الليجز والبودي نفسه يبقى دي فليز. طيب ابدا احدد بقى هي بيوليكس ولا تيني كيفرس ولا اكزينوبسيلا. اول حاجه بصيت للون، اللون في البيوليكس لونها بني. اول حاجه لونها بني بالشكل ده ملهاش كوم، بدي خلاص دي البيوليكس. طيب الخطوه الثانيه ميل ولا في ميل؟ اول حاجه الميل عنده الايديجاس، ده اسمه ايديجاس، الشعر اللي هو طالع ده كده اسمه ايديجاس، يبقى الميل عنده ايديجاس. طيب الفيميل ما عندهاش ايديجاس، عندها حاجه اسمها اسبرماتيك، المفروض بتبقى عامله هنا كده زي نص دايره، بس هي مش موجوده هنا، هتبان قوي في الاكزينوبسيل. يبقى تاني البيوليكس اعرف ازاي ميل من فيميل؟ اول ما هبص عليها لونها بني، الشيب بتاعها ده بيقول ان ديت فليز. تاني حاجه لونها بني ملهاش كوم يبقى بيوليكس. طيب اجي احدد بقى ميل ولا فيميل؟ لقيت الايديجاس يبقى دي، يبقى ده ميل. لقيت مفيش ايديجاس ولقيت حرف زي نص الدايره، حاجه زي نص الدايره كده، يبقى دوت يبقى ديت الفيميل، يبقى دي بيوليكس فيميل. طيب الثانيه اللي من غير كوم بمين؟ الاكزينو سيلا. الاكزينو سيلا بشوفها ازاي تحت الميكروسكوب؟ لو بصيت كده احنا قلنا البيوليكس لونها بني، الاكزينو سيلا لونها اصفر، يبقى اللي هيعرفني اول حاجه الاكزينو سيلا لونها اصفر. تاني حاجه هتعرفني بيها ان هو بيبان في هنا ايه؟ عند سورك هنا فيشر، ده ما بيبانش، يبقى انا الحاجه الوحيده اللي هعرفها بيه ايه؟ الاكزينو سيلا يبقى لونها اصفر وملهاش كوم. البيوليكس لونها بني وملهاش كوم. طب اعرف الميل من الفيميل ازاي؟ نفس الموضوع ده كده الايديجاس، ده الايديجاس، يبقى ده الميل. طيب نيجي نبص على الفيميل، اهي نص ده اللي كنت بقول لكم عليها، هتبان في الاكزينوبسيل. يبقى تاني اكزينوبسيل عباره عن ايه؟ اول ما هشوفها كده الشكل بتاعها ان ديت ايه؟ ان دي فلي، ما تدينيش اي حاجه ثانيه الا فلي. طيب اللون بتاعها ايه؟ لونها اصفر. طب لو انها بني يبقى بيوليكس. بعد كده الخطوه الثالثه اجي على البوستيريور اند ابص لقيت ايديجاس يبقى ميل، ما لقيتش ايديجاس ولقيت النص دايره دي يبقى دي ايه؟ يبقى ديت في ميل. معنى كده خلصنا الاثنين اللي من غير كوم. تاني بص عليهم بسرعه، يبقى دي اكزينوبسيلا
في ميل لان في نص دايره، ده الاكزيلوبسيليا ميل لان في ليديجاس، ده ليديجاس اهو. بعد كده عندي ده البيوليكس في ميل لونها بني ومن ورا مفيش حاجه، ده البيوليكس ميل لان عند ليديجاس ورا. طيب تالت حاجه هنشرحها هي الكبير بتاعهم بقى اللي هو مين؟ التينوكيفالوس. خد بالك ان هي بتبدا بالسي، سين سايلنت، يبقى التينوكيفالوس. التينوكيفالوس برضك اعرف ازاي الميل من الفيميل، واعرف ازاي التينوكيفالوس. انا اول ما بصيت الشكل بتاعها بيقول ان دي فليز، ما يدينيش اي حاجه فليز. تمام. الخطوه الثانيه في كومب ولا ما فيش؟ في كومب، ادي كومب اهو وادي كومب اهو، في اتنين كومبس، يبقى عندي اتنين كومبس. يبقى انا قلت الكومبس اول حاجه الشكل بتاعها يديني فليز. تاني حاجه عندي اتنين كومبس، بعد كده ابص بقى كده اتاكدت ان دي تينوكيفالوس، ابص هل دي ميل ولا فيميل. الميل زي الباقيين ليه؟ ايديجاس. والفيميل ما فيهاش ايديجاس، والمفروض اشوف هنا اهو السي شيب، ده السي شيب ده اهو سبرماتيكي اسمها كده. يبقى اول حاجه هشوف في اول ما اشوفها بقى كده، يبقى انا كده خلاص، انا كده خلصت الفليز، هم الثلاثه دول بس. يبقى اول حاجه التينوكيفالوس اشوفها ازاي ان دي تينوكيفالوس. اول حاجه الشكل بتاعها شكله يورين دي فليز، لان السكيلتون ده مش هو فيز بس. طيب ابص على الكوم، ده في كوم، يبقى دي تينوكيفالوس. خلصت الكوم ابدا احدد دي ميل ولا في ميل. ابص ورا على البوستيرور ان ايديجاس، يبقى ده ميل، مفيش ايديجاس وفي السبرماتيكا، يبقى ده يبقى ديت في ميل اللي هو ده. بعد كده نبص تاني على الفيليكس، دي البيوليكس لونها بني تحت الميكروسكوب، ما فيهاش كوم وفيها ايديجاس، يبقى ميل لونها بني تحت الميكروسكوب، ما فيهاش كوم، المفروض هنا في سي شيب موجود، يبقى ديت بيوليكس في ميل. اول حاجه الاكزيلوبسيلا بصيت لونها اصفر ما فيش كوم، بصيت من ورا لقيت الايديجاس ده اللي هو الشعر الطويل ده، يبقى ديت يبقى ده ميل لونها اصفر وفي سي شيب اللي ورا ده ومفيش كوم، مفيش كوم هنا، يبقى ديت يبقى ديت الفيميل زينوبسيلا فيميل. نخش بعد كده على التكس. انا عندي التكس تلات نوعين بس، السوفت تك والهارد تك. طيب هفرق ما بين السوفت والهارد ازاي؟ انا عندي السوفت تك ميل وفيميل مع بعض، بكتب في الشريحه سوفت تك بس. طيب الهارد تك بكتب، لا ده انا بحدد في الهارد تك الميل ولا الفيميل على السيل اللي انا دلوقتي. اول حاجه هبص اللي قدامي ديت السوفت تك، عرفت ازاي انها سوفت تك؟ تحت الميكروسكوب بتبان كبيره، اللي بيبان منها الميكروسكوب الرجول بس. طيب بالراحه كده، كان عندي سوفت تك نمف وسوفت تك ادل، افرق ازاي؟ اول نوع اول حاجه افرق بيها عدد الليجز. الادلت دايما عدد الليجز اربعه، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى انا كده ادلت تكس، ماليش دعوه بقى دي سوفت ولا هارد ليست. طيب ابدا بقى اشوف دي سوفت ولا هارد. عندي حاجه اسمها ستيوتون، القشره بتبقى موجوده على ظهر التك. لو بصيت لقيت حاجه زي دي كده اوفل، مفيش اي ستيوتون تحت الميكروسكوب، انا اشوف الليج بس، يا ريت احرك الفيلد بتاعه عشان اشوفها كامله، اشوفها دايره كبيره، مفيش اي ستيوتون، مفيش ستيوتون، يبقى ديت سوفت تك. الاسكودم ده شكله ايه؟ هنبص هنلاقي حاجه كلها هي مظبوطة على الميكروسكوب بتبقى بني قوي، الاسكودم بيبقى لونه بني. هنبص على عدة الرجول الأول، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى دي أدل شكلها تك. طب هارد ولا سوفت؟ هبص على البوستيريور اللي هو قدام السبعة فوق، لقيت السكيوتن يبقى ده كده هارد تك. بعد كده أبدأ بقى الخطوة التانية في الهارد تك، أفرق بين الميل والفيميل. تاني أنا عندي هتكلم ما بين السوفت تك والهارد تك، فرق ما بينهم إزاي؟ أول حاجة السوفت تك هنعد الليجز الأول، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى أنا كده في أدل. طب أنا سوفت ولا هارد؟ السوفت ما فيهاش سكيوتون، طب والهارد؟ هلاقي كلها من ورا بني فيها سكيوتون. الخطوة الثانية في الهارد أفرق هي ميل ولا فيميل. أفرق ميل ولا فيميل إزاي؟ اللي كله بني هو الميل، اللي كله سكيوتون هو الميل. طيب والسكيوتون جاي في الأبر إند بس، ده هو ده السكيوتون، هو هي الفيميل. طب ملحوظه برضه، الفيلد اللي بقى قدامك في الميكروسكوب حاجه واحده اللي هي ايه؟ بيبقى قدامك اللي هو السكيوتم ده، فعشان كده لازم تحرك وتشوف الباقي ده كله عشان تحدد دي ميل ولا فيميل. عشان اعرف دي اصلا ادلت ولا نمت اعرفها ازاي؟ مع عدد الليجز، ادي واحد اثنين
ثلاثة وده الرابع بس مش موجود. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ده اللي خلاني اتاكد ان انا فين. اول حاجة ان انا في ادلت. ازاي افرق بين الميل والفيميل تاني؟ هبص على السكيوتو، البوستيريو ان ده سكيوتو، لقيت البودي كله كده، البودي كله في سكيوتم، يبقى ده ميل. اما لقيت زي دي كده ابر انتيريور بس، يبقى ده فيميل تاني، يبقى ده الميل كله بس سكيوتم، ودي الفيميل بقى ابر بارت بس اللي ايه في سكيوتم، يبقى تاني كده دي الصوف. واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى انا كده في عضله. فبص مفيش سكيوتم خالص، يبقى ديت سوفت تيك. هبص هنا ده كده واربعه اربعه رجل، واحد اتنين تلاته اربعه، المفروض ده كله في سكيوتم، يبقى ده ميل. الابر دوت بس اللي فيه سكيوتم، يبقى ديت الفيميل، يبقى انا كده خلصت التيك. نبص على اللارفا بتاع التيك، النمف بتاعها عامه لارفا. هنبص على اللارفا لما اجي ابص تحت الميكروسكوب. انا بص دلوقتي البودي نفس البودي الكبير بس على صغير. انا ادي الليجز ادي واحد اتنين تلاته، يبقى انا كده في اللارفا مش في الادل. طب لما اجي ابص على اللارفا في السوفت بقى، احنا قلنا في الادل سكيوتم كتير في الهارد، نعكس الكلام ده هنا شويه. في السوفت الدم كتير، ده تاني في الادل سكيوتم كتير في الهارد، في السوفت البلاد كتير في اللارفا. يبقى اللارفا اهي كل ده بلاد، يبقى ده كله بلاد. يبقى اول ما احنا هنمسكه ابص ثلاثة ليكس وبلاد كتير، يبقى ديت السوفت تيك. طيب ابص تحت الميكروسكوب الاقي ثلاثة ليكس والبلاد شويه صغيرين، يبقى ده الهارد تيك. تاني من الاول بقى كده، هبص تحت الميكروسكوب هفرق ما بين هي ادلت ولا لارفا ازاي. ابص على عدد الليكس، واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة هون، يبقى ديت أدلت. أعرف إزاي سوفت من الهارد؟ السوفت ما فيهاش سكيوت. هبص على الهارد هلاقي من ورا البوستيريور بيبقى باين تحت الميكروسكوب جدا، لأن دي مش باين قوي تحت الميكروسكوب، بيبقى باين ده كله سكيوت، يبقى ديت الهارد تيك. طب ميل ولا فيميل؟ لو كله سكيوتا يبقى ميل. طيب الأبر بارت بس سكيوتا يبقى فيميل. طيب أجي على اللارفا هعد واحد اتنين تلاتة، خلاص التلاتة. هبص على البلاد اعكس اللي قلناه في الهارد والسوفت ادلت. السوفت البلاد كتير، يبقى ديت سوفت تيك. البلاد شويه صغيرين زي ده كده مش مال البادي كله، يبقى ديت الهارد تيك لارن. طيب الحاجه اللي عليها الدور في اللي ليهم سكيلتون اللي هي البيديكولاس. البيديكولاس دي اللي هي اللايس. البيديكولاس برضك هنبص على الشكل مميز. الشكل ده هو خلاص انا مش والله اللايس، يبقى الشكل ده انا بشوفه اقول اللايز. طيب افرق ازاي بين الميل والفيميل والنيمف؟ الميل زي ما بنقول في ايديجاس، ده هنا بقى الايديجاس، ده شكل الايديجاس اهو، يبقى ده كله كده شكل الايديجاس، يبقى ده كده الايديجاس، يبقى شكلها اول ما شفناها يبقى ديت اللايز. نبص على البوستيريور ان، يبقى ده شكل الايديجاس. طيب ما احنا كده خلصنا ده الميل، يبقى تاني اللايز. ابص على البوستيريور ان لقيته ايديجاس، لقيته الايديجاس يبقى ميل. طب لقيته نوت شيد، لقيته نوت شيد زي ده كده، يبقى دي في ميل، يبقى تاني انا اول ما شفت الشكل ده طلع عليه دي اتلايس، خلاص ديكولاس. طيب ابص تحت، ابص هنا الاقي نوتش يبقى في ميل. طب لقيت ايديجاس زي ده يبقى ميل، يبقى الايديجاس ميل، النوتش في ميل. طيب بصيت لقيت حاجه صغيره، هي شكلها بس صغيره ولونها عامه بيبقى لها لون بينك، يبقى دي النمف. يبقى تاني ابص على ايه؟ هبص على الشكل الاول اعرف ان دي بيديكولاس. هبص على البوستيريور اند ده لقيت عندي ايديجاس، يبقى ده ميل. لقيته نوت شيد يبقى في ميل. لا ده ولا ده وصغيره في الحد، يبقى ديت البيديكولاس نيم. يبقى احنا كده خلصنا البيديكولاس. يبقى اول حاجه شرحنا ساند فلاي، ثاني حاجه شرحنا التكس، ثالث حاجه شرحنا الفليز، رابع حاجه شرحنا البيديكولاس، خامس حاجه هنشرح بقى الباج. ده الباجز لما ابص على الميكروسكوب اعرف برضك ازاي ان هو باجز. هنبص على الميكروسكوب ابص الحاجه اكتر حاجه ليها سيجمنتد بودي، السيجمنت ده سيجمنت، ده كله سيجمنتد، السيجمنت ده كل جزء سيجمنت لوحده، ممكن اعد حتى السيجمنتات بتاعته. يبقى انا كده فين؟ في الباجز. يبقى تاني السيجمنت بتاعتك انا كده في الباجز. طيب لما ابص بقى اعرف ميل من فيميل من نيم في ازاي؟ زي كل النبي كده ببص على البوستيريور اند، ده الايديجاس، هو الايديجاس شكله بيختلف، يبقى ده الايديجاس، يبقى ده يبقى ديت ميل. لما ابص على الفيميل مفيش ايديجاس بوستيريور، يبقى ديت الفيميل. يبقى تاني لو في ايديجاس يبقى ايه؟ ميل.
مفيش يبقى في ميل، في حاجه اسمها جلوبودز، بس ركز في الايديوس. الجلوبودز بتيجي في الفيميل، لقيتها يبقى دي فيميل. طيب انا هركز اكتر في الايديوس، لقيت في ايديوس يبقى ميل، ما لقيتش ولقيت الجلوبودز يبقى الفيميل. طيب النمف ده شكلها عامل ازاي؟ هبص تحت الميكروسكوب، هبص الاقي ان النمف منفتحه شويه، بس هي شكل الفيميل بالظبط، انا هتلخبط. طب هي فيميل ولا النمف؟ هبص على الميكروسكوب هشوف جزء الفيميل، بشوف منها جزء، ما بشوفهاش كلها تحت الميكروسكوب لان الفيلد بقى صغير عليه. اما النمف بتبقى صغيره فبشوفها كلها زي دي كده، تنشاف كلها تحت الميكروسكوب. يبقى تاني انا عندي الأضل والنمف، بص دي باينه كلها تحت الميكروسكوب، دي كلها باينه، يبقى دي النمف، يبقى بيت بارد نمف. طيب لو بصيت للجزء بس الصغير ده اللي باين، يبقى ديت الأضل. اعرف بعد كده الأضل ليها الميل ليديجاس والفيميل مالهاش ايديجاس. يبقى انا كده خلصنا البرج. يبقى تاني الحاجات اللي لها سكيلتون تحت الميكروسكوب، اول حاجه ديت ساند فلور، لونها الكومباوند واللون اصفر وليها الكلازمت، يبقى ده ميل مالهاش، يبقى في ميل. خش بعد كده على الفليز، اول ما اشوف الشكل ده يبقى دي فليز. اول حاجه بص على اللون والكوم، ده لها كوم بيبقى خلاص انا مش عايز، انا قدامي حاجه واحده بس، تينو كيفلس، يبقى دي تينو كيفلس لها كوم. طب ميل ولا في ميل؟ ابص على الايديجاس، في ايديجاس يبقى ده ميل، مفيش الايديجاس وليها الكوم بيبقى ديت التينو كيفلس في ميل. بص بعد كده على البيوليكس، لونها بني مفيش الكوم، ابص ورا لها الايديجاس يبقى ده البيوليكس ميل. نفس الشكل المفروض هنا في سي شيب اللي هي سبرماتيكا، يبقى مش موجوده، يبقى دي موجوده السبرماتيكا، يبقى ديت في ميل. ابص بعد كده على الاكزينو بسيلا، اكزينو بسيلا نوع اصفر مفيش كوم، ابص ورا في ايديجاس يبقى ده الميل، في السبرماتيكا يبقى ديت يبقى دي في ميل. بعد كده اخش على السوفت والهاف ديك، عد الليجز 1 2 3 4 يبقى ده الاضل. ابص على الشكل في سكيوتم، لا يبقى ده السوفت، سوفت تك ميل وفي ميل ما بعرفش افرق. اللي بقى افرقهم مين؟ الهارد، المفروض ده كله سكيوتم، يبقى ده الاضل هارد تك ميل، دي بص ابر بارت بس سكيوتم يبقى الفيميل، هارد تك فيميل. ابص على اللارفا 1 2 3 يبقى 3 ليه؟ يبقى دي اللارفا. بص على البلاد واعكس، هناك كان سكيوتم في الهارد اكتر، هنا البلاد في السوفت اكتر، يبقى دي سوفت، يبقى ديت هارد تيك لارفا. ابص بعد كده على البيديكولاس، هبص على الايديجاس من ورا، انا الشكل ده عرفت ان هو البيديكولاس، الايديجاس لقيت ايديجاس يبقى ده الميل، لقيت النوتش يبقى الفيميل، لقيتها صغيره ولا نوتش ولا ايديجاس يبقى الفيميل، يبقى النمف. ابص على كده على البيت باج، الباج بقول قلنا شوف ثلاثه الادلت والفيميل، الادلت ميل وفيميل، وابص على كده على النمف، الميل ما بشوفوش كله تحت الميكروسكوب، ببص الاقي الايديوس يبقى ده بيت باج ميل. ابص الاقي الجنوبودز ومفيش ايديوس يبقى الفيميل، ما بشوفهاش كلها تحت الميكروسكوب. ابص على النمف اشوفها كلها تحت الميكروسكوب.